من شان الطريق عثر والمستقبل قيد المجهول، طلع صوت من النجف الأشرف بدد كل ذلك الصمت وحول الخوف اللي انزرع بقلوبنا إلى أمان. صوت جلجل بأعماق كل عراقي غيور، فقرر ترك الأهل والولدان ولبى نداء الجهاد الكفائي على وجه السرعة. المرجعية الدينية رسمت خطوط المواجهة وأنقذت الوطن من ضياع محتوم، سلت سيف التحدي وكسرت كل استراتيجيات الرعب الزائفة. شباب وشياب تركوا الأهل والولدان وتحرروا من حب الحياة ومغرياتها اللي ما تنعد، وشكلوا أقوى قوة من ضعف ووهن. قدموا درس عظيم بالإيثار لما باعوا موجودات بيوتهم، ونتذكر قنينة الغاز حتى يلتحقون بالجبهة ما منتظرين جزاء ولا شكورة. الحج الشعبي ذلك التشكيل اللي ما إلى أي مثيل فتح ثغرات بالجدران اللي تصورها الأعداء عصية على الاختراق. عبروا كل المصاعب ونقشوا اسمهم بحروف من نور في ملحمة خالدة جدا، ملحمة ما إلها مثيل بالتاريخ المعاصر. أما القوات الأمنية، هذا السور العصي على العبور كل همه كان صناعة انتصار غير مسبوق، انتصار أخرس الألسن عن الكلام، ووضع حدود لأقاويل تتنبأ بانهيار المؤسسة العسكرية، وقال للعالم أجمع أنا هنا متمسك بأرضي وما أساوم مهما كان. كل هذا وأكثر خلق حالة عراقية فريدة، حالة تتطلب تخليدها وديمومتها، تتطلب إعطاء كل ذي حق حقه من القوات الأمنية والحج الشعبي، تتطلب أن تكون بأهمية تكوين جدران الصد الأسطورية ووعي بالتجهيز النوعي بالسلاح الفتاك، بالبناء المستمر، بالدعم، بالتحفيز، بنظام أجور عادل، نظام إجازات يكفل الراحة لتشكيلاتنا المختلفة، لأنهم سر العراق وأسطورته. ووسط رياح المخاطر هذه كلها ضمان لبقاء كبير رغم كل محاولات تحجيمه. وهي قصة يا سادة عمرها 8 سنوات، نريدها تبقى ونريد نبقى نرويها بفخر كما الآن على مر السنين. أحييكم، أنا أمل علي من الفرات الفضائية وهذا على المسطرة، أهلا بكم. من جديد لكم التحية مشاهدينا، أناقش كل ملفات هذه الليلة مع ضيوفي السيد تحسين الخفاجي الناطق باسم العمليات المشتركة، أيضا سيكون معنا السيد نصر الشمري معاون الأمين العام لحركة النجباء عبر الأقمار الاصطناعية، وأيضا السيد ماجد القيسي اللواء العسكري المتقاعد. أهلا بضيوف الكرام إذا كنتم تسمعوني، وأبدأ الحوار مع سيادة اللواء تحسين الخفاجي، حياك الله، أبارك لكم هذا اليوم وهذا الانتصار اللي احنا كل سنة يتجدد بدماء عراقية جديدة.
على حد سواء بمختلف الصنوف الأمنية والتشكيلات الأمنية والحج الشعبي. حياك الله سيادتك، وخلينا نبدأ الحوار من أنه كثير من الثغرات صارت بأيام 2014 واحتلال الموصل. إذا أريد أسأل شلون كان الجيش وشلون صار، كيف أصبح بال22؟ حياك. يعني أولا تحية لك ولضيوفك الكرام. بالتأكيد القوات الأمنية بكل مسمياتها اختلفت الآن. الآن لديها إمكانيات وقدرات عالية جدا، لديها تدريب، لديها تسليح، لديها جهد فني واستخباري، لديها عمل تعرضي. يعني قبلا يعني سابقا احنا كنا نتلقى الحقيقة الأعمال الإرهابية، الآن نحن من نقوم بالوصول إلى الإرهابيين، يعني نصل إلى الإرهابي وهو جالس يخطط، وهذا يعتبر انتصار، تقدم نوعي في الجهد الاستخباري. أن تصل إلى الإرهابي وهو جالس في مضافته وإما تقتله أو تلقي القبض عليه، هذا يعتبر عمل مهم وتطور مهم بالمؤسسة الأمنية والعسكرية. الآن أصبحت لدينا رؤية واستراتيجية، أصبحت لدينا خبرة في مجال قتال التنظيمات الإرهابية. الحقيقة التنظيمات الإرهابية تمترست في الجبال، تمترست في الوديان، تمترست في الصحاري، استغلت كثير من الأمور، لكن عملية الوصول إلهم وتحليل معلوماتهم والوصول إليها بدقة عالية جدا مكنتنا بشيئين. الشيء الأول أن نختار نوع السلاح اللي نستمكن به عدونا، والنقطة الثانية أن نجنب المدنيين ونجنب أيضا البنى التحتية للبلد، واستطعنا أيضا أن نلقي القبض ونقتل الكثير منهم، هذا لحد هذه اللحظة. طبعا وقبل أيام كان عندنا انتصار كبير والحقيقة رائع، والأروع من عنده هو وحدة القيادة والسيطرة اللي تمكننا من خلالها أن نقتل إرهابي ونلقي القبض على 5 من أخطر الإرهابيين في الصحراء، في صحراء تتحدث الرطبة. عن عملية صحراء الرطبة صح؟ أرجع لك إليها. أحييك سيد نصر الشمري، حياك الله من جديد إذا كنت تسمعني. حياكم الله. نعم أسمعكم. أهلا بكم. كانت لهذه الذكرى الأليمة يعني احتلال الموصل، بعدها سبايكر، كيف تصفون هذه العمليات؟ هل كانت هنالك هفوات تمت السيطرة عليها، خاصة وإحنا إلى حد هذه اللحظة لم يقدم الجاني إلى المحاكمة؟ سبايكر بالتحديد التي خلفت كثير من الضحايا وكثير من الآلام وراها، وإلى الآن أكو رفات مواصلة لأهلها، كيف تعلقون على هذه الحادثة وخاصة بمرور هذه السنوات أو بعد مرور هذه السنوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية لك ولضيوفك الكرام ولجمهور ومتابعي قناتكم. بداية نتقدم بالتهاني والتبريكات إلى مقام سيدنا صاحب العصر والزمان وإلى مقام المراجع العظام وإلى أرواح الشهداء السعداء، وبالخصوص الشهداء القادة في ذكرى فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي، هذه البذرة المباركة التي انبثقت من فتوى المرجعية الدينية وارتكزت على الروح الإيمانية والجهادية العالية والكبيرة لدى أبناء الشعب العراقي، والكل شاهد كيف هب الشباب والشيب كما تفضلت في مطلع تقديمك لهذا البرنامج، هبوا أغلبهم بأيد عارية والكثير منهم لم يكن لديه سابق تجربة، لكن هذا الالتصاق بالمرجعية الدينية وبالرموز الدينية كان قدم شكلا ناصعا ومنقطع النظير، وهذه الروح بالتالي سرت إلى كل القوات الأمنية وكل أبناء الشعب العراقي. شاهدنا في تلك الفترة المباركة كيف أنه القوات الأمنية استعادت قوتها بعد الانهيار الكبير الذي حصل في كثير في تقريب 3 محافظات وسقوط ما يقارب من أو أكثر من ثلث مساحة العراق. القوات الأمنية بدأت تستعيد مكانتها وإمكانياتها. أبناء الشعب العراقي بأجمعهم هبوا في مواكب الدعم اللوجستي، أنت تشاهد الجامعات والمدارس والمعاهد، حتى أطفال المدارس الابتدائية والروضات كانت تصل تبرعاتهم ومساعداتهم إلى الخطوط الأمامية من جبهات القتال في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي.
الذي بكل صراحة وكل وضوح وقف أغلب العالم وأغلب دول الجوار داعمة لهذا التنظيم الإرهابي، في حين وقف العراق وحيدا لم يتلقى دعم من أي جهة خارجية باستثناء الجمهورية الإسلامية. طيب. الذي حصل في مجزرة سبايكر، وطبعا هي بالحقيقة ليست مجزرة سبايكر، لا دخل لها بسبايكر، سوى أن هؤلاء الشهداء الذين قضوا في هذه المجزرة هم كانوا ينتسبون أو ذهبوا لتقديم أوراق تطوعهم في معسكر سبايكر. الحقيقة حصلت في قصور تكريت، في القصور الرئاسية للطاغية المقبور في مركز مدينة تكريت، لكن هذه طبيعتنا دائما، احنا نحاول دائما نبرر للمجرم ونترك الجاني مضرجا بدمائه، يلوك آلامه، يلوك مصابه ولا يلتفت إليه أحد. وما أعرف شنو السبب بصراحة هذا الضعف حتى بالأداء الإعلامي، ما أعرف شنو السبب، ومنه اللي يستفيد منه ومنه اللي ما. حتى إلى اليوم، إلى اليوم إحنا نحاول نسترضي من كانوا سببا في هذه المجازر الكبرى التي حصلت والتي شكلت الوجه الحقيقي لهذا التنظيم الإرهابي. سبحان الله، هذه التنظيمات الإرهابية دائما تحمل عناصر زوالها في داخلها. يمكن لو لم تحصل هذه المجزرة وما تلاها وما سبقها من مجازر في الموصل والأنبار وصلاح الدين، كان ممكن أن يروج بشكل آخر لهذا التنظيم الإرهابي. لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكشف وجههم الحقيقي المسؤول. يعني إحنا هم بصراحة هذه نقطة والله مؤلمة، دائما إحنا نحاول أنه نغض النظر عن الجاني الحقيقي أو نضع جنات آخرين مع الجاني الحقيقي حتى نوزع من أثر الجريمة ونخفف من وقع الجريمة، وبالتالي نجي نقول فلان مشترك وفلان مشترك وفلان مشترك. من الجنات؟ من الجنات سيد نصر؟ والجهة التي من الجنات الآخرين مع الجاني الحقيقي؟ أول الذي هو لا، مو احنا مرات نحاول نقول منو المسؤول؟ أي. الدولة مسؤولة، الحكومة. نعم هنالك تقصير، وتقصير واضح وكبير في جانب، في الجانب الحكومي، في جانب الأداء الحكومي، في جانب القيادة العسكرية، لكنها لم تشترك بالجريمة. هذا الواقع، يعني ما نقدر نغير الواقع. وللعلم الجريمة بدأت قبل أن يصل حتى تنظيم داعش إلى مدينة تكريت، بدأت من بعض العشائر الموجودة في محافظة تكريت ومعروفين بالأسماء. ولا، مو صحيح انه الجاني لم يقدم الى العدالة. الكثير منهم تم القاء القبض عليهم وحكموا باحكام الاعدام. بس ما اعرف، عاد احنا بالعراق تدرين عادة الارهابيين يتمتعون بحصانة قانونية وغيرها، فيبقون الى فترة طويلة في السجون حتى يطلق سراحهم بشكل او باخر. طيب، ارحب الان بالسيد ماجد القيسي اللي هو العسكر المتقاعد. اهلا بك من جديد سيد ماجد. يعني خلينا نبدا الحوار مع حضرتك، من ما هي أبرز الثغرات والهفوات اللي تعرضت لها القوات الأمنية آنذاك؟ وهل استطاعت الآن بال22 تجاوزها؟ يتعلق الأمر بغياب التنسيق، بالخيانات اللي كانت موجودة، بشنو وفق رأيك؟ السلام عليكم، تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الفرات. الرحمة والخلود لشهداء العراق الذين حرروا المدن من براثن تنظيم داعش، وتحية لكل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير. حقيقة هناك العديد من الأسباب كانت مشخصة منذ عام 2007 عام 2008، وتحديدا أنا كنت في أحد اللجان في ذلك الوقت، وكانت هناك العديد من الأسباب في الموصل تحديدا. كانت المدينة هي مدينة رمادية لا تستطيع القوات الأمنية من السيطرة بالكامل، علما كانت قوات الاحتلال متواجدة، بالإضافة لنشاط تنظيم القاعدة آنذاك. الحقيقة أهم هذه الثغرات هو يعني بعد يعني انسحاب القوات الأمريكية تركت منظومة أمنية غير مكتملة لا التدريب ولا التسليح. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لم تتمكن القوات الأمنية من كسب المواطن الموصلي أو في هذه المناطق إلى جانبها لأسباب عديدة. ثالثا، في القيادة والسيطرة هناك خلل، في الاحتياطات العملياتية هناك خلل. كان لدينا فرقة مدرعة، وهذه الفرقة المدرعة
مجزأة كانت، ومن أكبر الأخطاء أن يكون بيدك احتياطي عملياتي لديه قابلية حركة وقدرة على التدخل في الموقع سريعا، أن تقوم بتجزئته وتوزيعه على جغرافية العراق، وبالتالي فقدت القوات المسلحة العراقية أو تحديدا الجيش قوة صدمة من خلال عدم وجود احتياطات كافية، بالإضافة إلى علاقة لعلاقة القوات الأمنية بالحكومة المحلية لم تكن على ما يرام. هناك أسباب أيضا أخرى متعلقة بالبنية أو الهيكلية التنظيمية للقوات المسلحة آنذاك في الموصل. هناك اختراقات أيضا لتنظيم القاعدة لبعض مؤسسات الأمنية، وهذه بصراحة وأشار إليها التقارير اللجان التي ساهمت في التحقيق في عملية احتلال الموصل من قبل تنظيم داعش. هذه كلها عوامل حقيقة أثرت كثيرا على أداء القوات الأمنية. يعني لم يكن هناك إسناد طيران. يتذكر الأخ لواء تحسين وهو أعتقد في القوة الجوية، من أين أتينا بخمس طائرات سيخوي بإحدى دول الجوار من أجل أن تقوم بإسناد القوات العراقية، وعندما وصلت إلى العراق لم تكن هناك مطارات تستطيع أن تنزل بها في قاعدة الرشيد، وعانوا ما عانوا الطيارين حتى تم انزال هذه الطائرات وساهمت حتى تقوم بعملية الإسناد لهذه القوات. على مستوى الذخيرة والأعتداء لم تكن كافية، كان هناك هاجس خوف وشك من سلطة الاحتلال. نعم كان هناك بعض قطع أو بطاريات المدفعية، كانت هناك دبابات، ولكن الأعتداء كانت قليلة ومحدودة جدا، لأنه كانت تخشى من أن تستخدم ضد هذه القوات المحتلة، وبالتالي الكثير من العوامل، البطء في اتخاذ القرارات، البطء يعني عندما أنت تتفاوض مع محتل عام 2008 لإخراجه تعتبر نصر سياسي، عليك أيضا ببناء العمود الآخر. ما هو البناء العمودي الآخر؟ والقوات المسلحة العراقية يعني أنت توسعها أفقيا عموديا، وأقصد به يعني الجانب النوعي، وبقت من عام 2008 إلى الانسحاب الأمريكي إلى عام 2014 القوات الأمنية العراقية لا تمتلك تلك الأسلحة حقيقة في تلك الفترة، يعني أقل ما يمكن الطائرات وغيرها أرجع لك سيد ماجد والاحتياطات. سيادة اللواء، يعني خلي ندخل بعملية الرطبة وشنو أسباب نجاح هذه العملية، بعدها خلينا ننتقل إلى أنه التخطيط والتنسيق ودوره بهذه العملية. نعم، عملية الرطبة أو صحراء الرطبة عملية ناجحة بكل المقاييس، وللأسف يعني ما كان هناك تغطية إعلامية لهذه العملية الرائعة بوحدة القيادة والسيطرة. معلومات مهمة من وكالة التحقيقات والاستخبارات التابعة إلى وزارة الداخلية أكدت بوجود خلية إرهابية موجودة في صحراء الرطبة وبالذات في جنوب غرب الرطبة. هذه الخلية مسؤولة عن كثير من العمليات، أولها العمليات اللي حثت على الخط السريع بين بغداد وعمان، وكذلك العمليات الإرهابية اللي حثت في الرطبة، وكذلك الاعتداء على المواطنين وخطف المواطنين، وأيضا القيام بعمل تعرضي ضد قواتنا الأمنية. تأكد لدينا بعض المعلومات وبعد مراقبة رائعة جدا من قبل سلاح الجو لمدة أكثر من 4 أيام، مكننا من تحديدهم، وبدأ سلاح الجو العراقي بتوجيه ضربة جوية إلى الوكر اللي هم كانوا موجودين به، أو بالتحديد المظافر. القوات اللي اشتركت بها منو؟ القوات اللي اشتركت بها سلاح الجو العراقي، قيادة طيران الجيش، جهاز مكافحة الإرهاب، قيادة وكالة التحقيقات والاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، خلية الاستهداف التابعة إلى قيادة العمليات المشتركة، وأيضا عندنا قيادة عمليات الأنبار. 6 قيادات تشترك في عملية وتخطط من خلال الشاشة والمراقبة وقيادة العملية جوا وبرا، ويستطيعون أن يقوموا بعمل مميز. دعيني أكمل لك إذا أمكن. فبعدها وجه سلاح الجو العراقي الضربة الجوية،
استطاع أحدهم أو اثنين من عندهم أن يلوذوا بالفرار وأحدهم أصيب. أيضا كرر سلاح الجو العراقي ضربة بعد توجيهها من قبل طائرة الاستطلاع، وتم قتل أحد الإرهابيين، إصابة الآخر في البيت بقى، والآخر حاول الفرار إلى مكان آخر. طبعا في هذه الأثناء أعطيت الأوامر إلى جهاز مكافحة الإرهاب فوج الأنبار بالتوجه إلى مع طيران الجيش القيام بعمليات إنزال في ثلاث أماكن، وفعلا توجهت أربع طائرات، تقوم طائرتين من طراز 135 بحمايتهم، وهناك طائرة استطلاع أخرى بل تقوم بالمراقبة والاستطلاع أيضا، وهذا يعني أنه هناك سبع طائرات من قيادة طيران الجيش بالإضافة إلى القوة المحمولة جوا أيضا التحقت بالعملية. وفعلا تمت العملية من خلال أول إنزال جوي على المكان اللي يستهدف، ولقوا الشخص اللي مضروب، وكان من أخطر المجرمين، يعتبر هدف وكنز ثمين بالنسبة لنا. فورا اعترف بأنه هناك أحد الذين تمكن من الفرار، أخذ عجلة كبيرة نوع لوري وفر بها إلى الصحراء، وبعد لحظات التحقت ببيكاب، وأيضا كان فيها أربع إرهابيين صعدوا معه، وبذلك كانت العملية مراقبة أيضا بعد أن أخبرنا من خلال سلاح الجو العراقي ومن خلال طائرات الاستطلاع. توجهت القوة المحمولة جوا إلى العجلة وفورا ألقت القبض عليها. للأسف كان هناك أفلام يعني فاتني أن أجيبها ولكن هي موجودة على موقعي. استطاع سلاح الطيران الجيش إنزال واعتقال الإرهابيين الأربعة، ومن ثم القيام بعمليات إنزال أخرى في المكان اللي كان موجود به هذا الإرهابي بعد أن هرب من مضافته وراح إلى مضافة أخرى، وأيضا كان هناك عملية إلقاء القبض عليه، وكذلك المعلومات وكم المعلومات اللي حصلنا عليه. الجديد في هذا كله أنه أنت من تلاحظين قيادات عمليات، ولو تلاحظين وزارة الداخلية ووكالة التحقيقات والاستخبارات هي في السابق ما مهيئة أن تعمل مع الجيش ومع سلاح الجو ومع طيران الجيش، ولكن انظري إلى وحدة القيادة والسيطرة. قيادة وزارة الداخلية تعطي المعلومة إلى قيادة العمليات المشتركة، خلية الاستهداف تعبرها إلى سلاح الجو، سلاح الجو يترجمها إلى إنزال جوي وضربات جوية، طيران الجيش يقوم بالمناورة وإيصال القوة المحمولة جوا. هذا يعتبر تكامل في وحدة القيادة والسيطرة، يعتبر تطور في القوات الأمنية وعملية استمكانها وملاحقتها للإرهاب. هذا إحنا اللي نريد نتكلم عنه. الآن قواتنا الأمنية أصبحت لديها مرونة عالية، وأصبحت لديها إمكانية بالوصول إلى أي هدف أينما يكون هذا الخرق الجوي. قبلها كان قبل يومين هناك عملية رائعة أيضا من قيادة عمليات بغداد في جنوب بغداد، تم إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين والخطرين. لو تلاحظين كل إلقاء القبض أو الاستهداف يكون من الخط الأول لتنظيم داعش الإرهابي. هذا يعني بأنه جهدنا الفني وأجهزتنا وإمكانياتنا وقدراتنا وصلت إلى الخطوط الأولى، واستطعنا من خلال هذا الخرق أن نصل حتى إلى تخطيطهم. يعني إحنا عندنا في مبدأنا عملين، العمل الأول هو الخطط الاستراتيجية اللي وضعتها قيادة العمليات المشتركة واللي تعتمد على مبدأ الدفاع والعمل التعرضي، الدفاع عن حدود العراق وأمن العراق والمبدأ العمل التعرضي. النقطة الثانية أيضا قطع وعزل التنظيمات الإرهابية وشل حركتها في كل المناطق. يعني إحنا أنشأنا مناطق عازلة، وادي الزغيتون وجنوب غرب كركوك شلينا الحركة به، وعندك الثرثار والعظيم وأيضا شلينا الحركة حتى في الصحراء. قطعنا خطوط الإمداد اللي موجودة، ضبطنا حدودنا، لأنه عملية ضبط الحدود هي تمنع تسلل هؤلاء الإرهابيين. هناك نقطة أخرى اللي هي الفراغات اللي موجودة بيننا وبين البيشمركة نتيجة للاجتماعات المتكررة واللقاءات المتكررة، استطعنا أن نخلق جو من العمل والتعاون. ليش ما تكون هذه التجربة مسنسخة بكل المناطق الرخوة سيادة اللواء؟ نعم ست، التجربة هذه والتنسيق على مختلف القيادات الموجودة، ليش ما تكون تجربة مسنسخة على كل المناطق الرخوة الواقعة؟ كل المناطق. يعني هسه احنا عندنا تلاحظين في البصرة، في البصرة توجد الجريمة المنظمة والمخدرات وإلى آخره، توجد عملية وحدة قيادة وسيطرة ما بين وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، قيادة العمليات المشتركة، وهذا في قيادة عمليات ميسان كانت قبل ما تنشأ قيادة عمليات ميسان في ستة شباط، كان هناك أيضا
الاعتداءات والجريمة طيب. المنظمة والسلاح، ولكن انظري بعد أن تم إنشاء قيادة عمليات نيسان أيضا نفس الشيء في إديالة اللي كانت تعاني من كثير من التعرضات، ولكن العمل الكبير والجهد الكبير اللي طيب. تمكننا منه أوقف الكثير من هذه العمليات. طيب سيد نصر، يعني على الرغم من مرور هذه السنوات، لكن إلى الآن يعني الحشد الشعبي، قواتنا الأمنية يقدمون الضحايا ويقدمون يعني كل التضحيات الموجودة في سبيل الدفاع. كثير من المناطق الرخوة أمنية الموجودة وكثير من التعرضات الإرهابية والخلايا الإرهابية الموجودة، هذا شلون رح نقدر نتجاوزها أو نقدر نقلل منها كخلايا إرهابية نايمة بمختلف المناطق ومختلف المحافظات؟ يعني وبالحقيقة الأخ اللوان تحسين الآن نتكلم، هو هذه الطريقة الوحيدة لمعالجة هذه الخروقات ولمعالجة استمرار هذا الاستنزاف من قبل التنظيمات الإرهابية لقواتنا الأمنية بمجملها بما فيها قطعات الحشد الشعبي، هو أنه يكون زمام المبادرة بأيدي قواتنا الأمنية. يجب أن نذهب إلى شن عمليات استباقية ضد هذه التنظيمات الإرهابية، يجب أن يكثف الجهد الاستخباراتي والمعلوماتي لمتابعة هذه التنظيمات الإرهابية. لا يكفي في عمليات التحرير، حتى في عمليات التحرير لم يكن يكفي فقط مثلا أنه أنت تدخل إلى المدينة الفلانية وتبسط كامل السيطرة على هذه المنطقة، والكثير من المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي لا مجرد هو حلق اللحية ودخل مع الناس ورجع كإنسان عادي، لكن هذا بعد فترة من الزمن عندما استقر الوضع يستطيع أن يعيد ويمد خطوط اتصالاته من جديد مع التنظيم الإرهابي، وممكن أن يباشر بشن عمليات إرهابية ضد قطاعاتنا الأمنية. لذلك الحل الوحيد هو أن نكون نحن من يمسك بزمام المبادرة، إضافة إلى توفير المعدات والأجهزة والتسليح الحديث لقطاعاتنا الأمنية، الجيش، مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي. لا يعني إحنا بالسياقات العامة ينقصنا الكثير بصراحة، يعني لحد الآن أنه أكثر القوات الأمنية مثلا الحشد الشعبي عادة يعمل على تطوير سلاحه بجهود ذاتية، لكن مثلا أكو بعض المؤسسات الأخرى ما تستطيع، ما تمتلك إمكانية أنه تطور بجهود ذاتية. لذلك لا ينقصنا الكثير لحد الآن، الدرع الموجود ليس بالمستوى المطلوب، عدد الطائرات المتاحة ليس بالمستوى المطلوب. تعرفين مثلا أغلب الآليات التي يقاتل بها الحشد الشعبي هي سيارات مدنية مكشوفة غير مدرعة يعني، ومنها ما هو يعني عمل ولج بتدريع محلي يعني هنا بالعراق، معامل خاصة للحشد ولبعض الفصائل هي اللي قامت بعمليات التدريع، وإلا هي سيارات مدنية عادية تشترى من الأسواق. بالتالي نحتاج إلى أنه نمتلك الآليات مدرعة ذات قدرة حماية، نحتاج إلى مثلا كاميرات المتطورة الحرارية أو غير الحرارية. وأنا شفت الكثير من العروض قدمت يعني بصراحة من كثير من الدول الصديقة، لكن ما أعرف يعني تم التعامل معها بلا مبالاة، شنو السبب هم ما ندري. ولا تنسين أكو عنصر رئيسي بالعراق ترى مؤثر، الأخوة القادة الآن يعرفون، قد لا يستطيعون أن يصرحون بذلك، لكن إحنا شوية أكثر حرية نستطيع أن نقول الضغط الأمريكي على العراق لا يزال موجود. على العراق أن يذهب لتنويع مصادر تسليحه، يذهب إلى أي دولة أخرى. اليوم إذا الأمريكان مثلا ما يمولوننا بالسلاح وما يبيعون السلاح أو يفرضون شروط مشددة على استخدام الأسلحة اللي إحنا نشتريها بأموالنا، هناك الكثير من الدول في العالم تبيعك السلاح بأسعار أقل بكثير وبدون شروط. بالتالي أنت وظيفتك كحكومة أن تحمي قواتك الأمنية وأبناء شعبك وتوفر السلاح لهذه القوات الأمنية، مو تظل تنتظر رحمة الأمريكان شو وقت يحنون عليك وشو وقت يوافقون ينطوك عتاد للدبابة أو صواريخ للطيارة. وبالتالي من دخل تنظيم داعش قالوا لنا تعالوا بعد 4 سنين ما 6 سنين أو 8 سنين يلا نعطيكم. يعني كان المفروض لو على حسابات الأمريكان المعركة تبدي ب 2020. طيب 2020 كان التنظيم بسط سيطرته، لأنه قالوا 6 سنوات يلا نقدر نوفركم عتاد، والعتاد اللي احنا دافعيه بفلوسنا. علينا ان نذهب الى تنويع مصادر سلاحنا وتوفير المعدات والاجهزة الفنية الحديثة، وان نمسك دائما بزمام المبادرة، وان نركز جهودنا على
الجهد المعلوماتي والاستخبارات. طيب سيد ماجد، سمعت كلام السيد نصر، يعني شنو اللي يمنع اليوم تنويع مصادر التسليح؟ شنو اللي يمنع اليوم تسليح الجيش العراقي والقوات الأمنية بمختلف صنوفها وهي تواجه فلول داعش إلى حد هذه اللحظة مع وجود هذا الكم الهائل من المناطق الرخوة أمنية؟ نعم، استمعت للأخ مهندس نصر وإلى اللواء تحسين. لحد الآن نعاني من مشكلة سياسة التسليح، لا نمتلك رؤية استراتيجية في سياسة التسليح. اليوم يجب أن نركز على المستوى التعبوي أو التكتيكي في التسليح، يعني من مستوى حظيرة إلى مستوى فرقة. هذا المهم. هذه المستويات هي من تقوم بفن الاشتباك في الميدان، وبالتالي يجب أن يكون هناك تسليح لهذه المستويات بشكل يتلائم مع التهديدات، ما تطرق إليه من كاميرات ومن نواظر ليلية وغيرها، ومن قناصات ومن طائرات الدرونز أيضا. الكثير من التقنيات والتكنولوجيا نحتاجها، نحتاج إلى التدريب، لكن كل هذا هو يتبع إلى الإرادة السياسية أو إلى القرار السياسي. يعني التسليح وغيرها وتنويع مصادر التسليح هذا هو قرار سياسي، الأمن مرتبط بالسياسة، وبالتالي اليوم إذا وجدت إرادة سياسية ورؤية استراتيجية صحيحة في عملية التسليح وإيجاد سياسة تسليحية مبنية على استراتيجية عسكرية وفق الاستراتيجية العسكرية، أعتقد سوف نختصر الكثير من الوقت في مقاتلة ما تبقى من عناصر تنظيم داعش. لكن أختي الفاضلة، التنوع ليس بالأمر السهل، والانتقال من طرف أو من معسكر إلى معسكر آخر ليس بالأمر السهل. يعني التنوع فيه سلبيات كثيرة قد تظهر في المعركة، ولا أريد أن أدخل في تفاصيلها الفنية وغيرها. اليوم ما نحتاجه هو المستوى الميداني، المستوى التكتيكي، مستوى الأسلحة التي يستطيع الجندي وغيره أن يستخدمها من أجل أن يواجه هذا التنظيم. ما تفضل به السيد اللواء تحسين، نعم اليوم القوات الأمنية هي خط الصد الأول، ليس الآن، منذ يعني عام 2004 و 2005 هي كانت الخط الصد الأول ضد الإرهاب، وقدمت التضحيات وقدمت الكثير ولا زالت تعمل. لكن أنا أسمي هذه الاستراتيجية هي استراتيجية جز العشب، أي بمعنى أنه بروز تنظيمات إرهابية وخلايا ومعالجتها أمنيا ليس كافي لمكافحة الإرهاب، يجب القضاء على الجذور والأسباب الأساسية حتى تكون هناك استراتيجية متكاملة مع المقاربة الأمنية. ليس المقاربة الأمنية فقط هي القادرة على القضاء على الإرهاب، والقوات الأمنية تقوم بدورها وتقدم التضحيات وتبدل تكتيكاتها وتطورت كثيرا. يعني اليوم القوات الأمنية ليس كما كانت قبل عام 2014، اليوم مختلف الوضع. لكن إلى متى تبقى القوات الأمنية تقاتل وهناك مؤسسات يجب أن تدخل على خط المواجهة مع يعني ضد الإرهاب والتطرف، وهذا ما يسمى باستراتيجية مكافحة الإرهاب الشاملة. فسيدتي يجب أن تكون هناك مؤسسات كثيرة في الفكر في الثقافة. اليوم على المستوى الاجتماعي، اليوم مثلا لدينا مشكلة، لدينا نازحين، لدينا معسكر جدعة وغيره في الموصل، لدينا عوائل وعناصر تنظيم داعش، لحد لا توجد استراتيجية واضحة للتعامل مع هؤلاء. كيف يتم التعامل معهم؟ نستلم هؤلاء من معسكر الهول ونجذبهم إلى داخل العراق، هل توجد لدينا بنية تحتية؟ هل يوجد لدينا نظرة استراتيجية؟ هل نستطيع تأهيل هؤلاء؟ كيف ومتى وأين؟
إذن هذه كلها عوامل يجب أن تساعد القوات الأمنية، ليس فقط القضاء على الإرهاب بالبندقية وبهذه العمليات. هذه العمليات والمقاربة الأمنية وحدها لا تستطيع القضاء في كل العالم، ليس في العراق، في كل العالم، في أفغانستان وفي كل مكان، في ليبيا وفي في كل مكان. المقاربة الأمنية وحدها لا تعطي النتائج الكبيرة، لكن هناك مؤسسات دولة على مستوى الإعلام، على مستوى الثقافة، على مستوى النسيج الاجتماعي، على مستوى الاقتصاد، طيب. البطالة. إذن أكو جذور يجب اقتلاعها، أسباب يجب اقتلاعها، يجب الاستفادة من دروس ما قبل عام 2014. القيادات السياسية والعسكرية يجب أن تدرس، أن تضع هذه الدروس المستنبطة، ويجب أن تضع لها المقابرات كي لا يتكرر السيناريو. طيب. يعني هسه أنا أعطيك مثال واحد. عام 2014 كانت مشكلة تشكيل الحكومة في ذلك الوقت، وداعش دخل على الموصل والأنبار، نينوى والأنبار وصلاح الدين. اليوم نفس المشكلة موجودة، وبنفس سبحان الله وبنفس يعني شهر السادس ولحد 8 أشهر، ونحن اليوم لا نستطيع من تشكيل حكومة. إذن يعني هذه كلية سيد ماجد، ممكن إعادة السيناريو، يجب أن نضعها أمام يعني الجميع، ويجب لا ما ليس بالممكن إعادة السيناريو، ولكن سوف تستمر هذه الحالة. طيب. وتستمر هذه العمليات لفترة طويلة التي تقوم بها القوات الأمنية. يعني من عمليات عسكرية. وبالمناسبة يعني الأخ تحسين ذكر شيء مهم، اليوم أنت تركز داعش، تركز في المناطق الوعرة، في الوديان، في الصحاري، في كذا. هذا إذا مدي متزخم عليا بعمليات ممكن أن يبرز بشكل أقوى. سوريا بحث آخر. اليوم لدينا شيئين مهمين في هذه العمليات. الأول هو العمليات النوعية التي تفضل بها الأخ لواء تحسين، وهي ما يقوم بها جهاز مكافحة الإرهاب. وثانيا استخدام الدرونز. أختي الفاضلة، لماذا لا نستطيع استيراد طائرات الدرونز واستخدامها؟ لماذا لا نشكل خلايا في قيادة العمليات وفي الفرق؟ لماذا لا نعطي تخويل وصلاحيات لهذه الفرق باستخدام يعني استخدام تقنيات وتجهيزات وطائرات مسيرة حتى تستطيع هذه القوات من أداء واجبها؟ إذن التفكير في المستوى التعبوي والتكتيكي أو المستوى الثالث من فن الحرب وهو فن الاشتباك ضروري جدا. وعدم الذهاب إلى مستوى الاستراتيجي الذي يكلف أموال. ما نحتاج اليوم هو الميدان، القضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم داعش. طيب سيادة اللواء، يعني واحدة من التحديات الموجودة الآن واللي مخيم الهول أو الهول، يعني كثير من التحديات اللي تواجه الأراضي العراقية، العوائل العراقية اللي موجودة، عدد العوائل اللي موجودين هناك، هروب كثير من الدواعش وربما دخولهم إلى الأراضي العراقية. شنو خططكم المستقبلية لمواجهة هذا التحدي؟ احنا انتبهنا لهذا الموضوع وعرفنا انه مخيم الهول هو خطر جدا، يبعد 15 كيلو عن حدودنا الدولية. ولذلك دخلت قيادة العمليات المشتركة طبعا بالتعاون مع مستشارية الأمن الوطني، وكان هناك جلب لعدد من العوائل. أول عوائل اللي جلبناهم، إيش عدد العوائل اللي دخلت؟ 450 عائلة. هاي الوجبة الأولى، هذا تقريبا عوائل عراقية. أي نعم. وتم تأهيلهم. الحقيقة نجحنا من خلال مستشارية الأمن الوطني وما قدمتها من إمكانيات وقدرات في عملية التأهيل النفسي وإمكانية زجهم بالمجتمع. طبعا هم تحت المراقبة، ونجحنا طبعا هذا بالتعاون مع منظمات المجتمع الدولي وكذلك الأمم المتحدة. وأعتقد نجحنا في عملية تأهيل هؤلاء، وهم مواطنون إن لم يكن لديهم أي حالة من حالات القتل أو الاعتداء. طبعا قبل فترة أيضا تم استلام، وذكرنا من خلال بيان، عدد من الدواعش المطلوبين، وكان عددهم 55 داعشي تم استلامهم. إذن هناك متابعة، هناك مراقبة، هناك دائما استمرار في عملية يعني تجديد المعلومات فيما يخص سواء مخيم الهول، حدودنا الدولية. احنا
أهم شيء لدينا هو ضبط الحدود العراقية السورية. يعني هسه احنا نعرف شمال شرق سوريا منطقة يكثر فيها الدواعش، وهناك إجراءات الحقيقة قلقة من قبل الدواعش في محاولة لاختراق حدودنا، ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل نتيجة لوضع أبراج مراقبة ذكية جدا، توزيع كاميرات، زيادة الخطط الدفاعية. طبعا أنشأنا مانع بعمق 3 أمتار وبعرض 3 أمتار، أنشأنا سداد ترابية، أنشأنا أسلاك شائكة، وضعنا كاميرات حرارية، وضعنا أبراج، ووضعنا في بعض المناطق صبات كونكريتية. طيب. يعني منعنا عملية الحقيقة التسلل في مناطق معينة 100%. طيب هذا في ما أنشأنا العفو إذا تسمحي لي. هناك خط اللي هو الدفاع الأول، من هو قيادة حرس الحدود، الخط الثاني الجيش العراقي وبمسافة معينة، هذا يعتبر خط دفاعي وإسناد إلى قيادة حرس الحدود. استمرارنا بالاستطلاع والعمل الاستطلاعي والكمائن، وكذلك تفعيل جهد المعلوماتي والاستخباري، أسهم إسهام كبير في إلقاء القبض على كثير من المتسللين. معرفتنا للطرق اللي يتسلل منها التنظيم الإرهابي، ووضعنا لكاميرات، طبعا بالمناسبة الكاميرا الحرارية يعني ممكن أن تنطيج موقف كامل لساحة المعركة. طيب. ليلا ونهارا وفي مختلف الظروف. طيب سيد نصر، يعني هنالك إعلان من تركيا على إجراء أو بإجراء هجمة على قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بقسد، وهنالك من يتخوف من هروب السجناء إلى داخل الأراضي العراقية وهم أشبه بالقنبلة الموقوتة. كيف سيتم معالجة هذا الموضوع إن تم؟ والله هو هذا طبيعة، يعني هذا صارت يعني كأنه هذا فيلم معاد كل فترة. يعني هم هذا بعض الدول تصنع التنظيمات الإرهابية وتدعمها تمولها، تصل إلى مرحلة معينة تذهب فتشتبك مع هذه التنظيمات الإرهابية، وهذه الاشتباكات هم حقيقية مو حقيقية، بصراحة مو كلش حقيقية، مثل الاشتباك كان بين قوات التحالف الدولي ومع تنظيم داعش الإرهابي. يعني بالإعلان هم يشتبكون مع هذا التنظيم، بالواقع أكثر المقاتلين اللي كانوا على جبهات القتال كانوا يرون شيء آخر، يرون مساعدات وتفاهم وتنسيق بين مجاميع داعش الإرهابي وبين القوات الأمريكية اللي يسموها تحالف دولي، هي تقريبا 99.9 كلها قوات أمريكية ما كان بها إلا العنوان، يعني تحالف دولي. اليوم هذا أعتقد نفس السيناريو ممكن يعاد مرة أخرى. يعني هذه قوات قسد مين كانت مدعومة؟ أيضا كانت مدعومة من الجانب الأمريكي، وأكثر الإرهابيين اللي دخلوا إلى الأراضي السورية والعراقية كانوا يدخلون عن طريق تركيا، حتى اللي يدخلون العراق كانوا يدخلون عن طريق تركيا إلى سوريا ثم ينتقلون إلى العراق. فأعتقد هذه العملية ممكن يراد بها إحياء تنظيم داعش الإرهابي وتمويله بعدد من المقاتلين، وممكن يكون هذا باتفاق بين هذه التنظيمات الإرهابية وبين الجانب التركي. بالتالي نرجع إلى نفس النقطة اللي تحدثنا عليها بالبداية، أن نكثف جهدنا المعلوماتي والاستخباراتي والأمني أكثر أو بنسبة متساوية مع جهدنا العسكري، وأن نستخدم الآليات الحديثة بالمواجهة كما تفضل قبل قليل السيد اللواء. يعني أنت تستطيع أن تعالج خلية إرهابية باستخدام طائرة الدرون، بينما مثلا تستخدم كما في العملية اللي أشار لها اللواء تحسين قبل قليل، يعني قوة ذات إمكانيات هائلة مثلا حتى تستطيعوا عملية محترمة ومقدرة ورائعة، لكن تستنزف الكثير من الجهد، يمكن أن تختصر مثلا بطائرة أو طائرات الدرون اللي تعالج هذه التنظيمات الإرهابية. لذلك يجب أن نكون على حذر، يجب أن تكثف وجود قواتنا والمراقبة والكاميرات على الحدود مع سوريا، وهذا وارد، وترى مو أول مرة، عدة مرات تكررت هذه العملية، أنه يهربون سجناء المعتقلين عند هذه قوات قسد أو غيرها، ترى عدة مرات أشير إلى هروب سجناء، وهي القضية بهالشكل بكثير. يعني سوريا، الوضع في سوريا مشتبك ترى كثيرا، ليس كما الوضع في العراق، أكو عدة جهات مسلحة تتواجد على الأراضي السورية، جهة تختلف مع جهة، وكل هذه الجهات تختلف مع الحكومة السورية، وبالتالي الوضع أكثر تشويشا من الوضع على الساحة العراقية، وهذا الأمر متوقع، ويجب أن نكون مستنفرين بشكل
طيب. بالذات في الجانب المعلوماتي الأمني وجانب الكاميرات والمراقبة. طيب بسؤال الأخير لحضرتك سيد ماجد، 450 عائلة العوائل العراقية اللي راجعة من مخيم الهول إلى العراق، هذه بحد ذاتها واحدة من التحديات. هسا سولفنا السيد اللواء بأنه قد تم تأهيلهم نفسيا، لكن ماذا عن التأهيل الفكري فيما يتعلق بفكر داعش الإرهابي؟ وهذا التحدي يمكن الأبرز والأكثر خطرا. هاي احد المقاربات، ثاني اول مره يعني اسمع، وهذاك هذه خطوه جيده انه تكون هناك مؤسسات قادره على تاهيل عوائل عناصر تنظيم داعش الارهابي واطفالهم وغيره، لكن على المستوى الفكري الحقيقه هناك مؤسسات، يعني هناك الاعلام، الثقافه، المؤسسات الدينيه، المناهج الدراسيه، وزاره التعليم، وزارة التربية، كل هذه الأمور. لكن أيضا لا ننسى أيضا يعني هذه العوائل حتى أنها سوف تبقى إلى متى تبقى في هذه المعسكرات، هناك شرخ في النسيج الاجتماعي ما بين هذه العوائل والبيئة التي كانت يعيش بها. هناك أيضا هذا المستوى النسيج الاجتماعي هناك بمشاكل حقيقة يجب أيضا التفكير فيه. إذن هناك العديد من المقاربات، أيضا ليس فقط مقاربات محلية، يجب أن تكون أيضا مقاربات إقليمية ودولية. الإرهاب اليوم شكل ظاهرة عالمية. تطرقت إلى سوريا، اليوم المعضلة ليس في العملية التركية واللي إنشاء مناطق آمنة في رأس العين وتل الأبيض وإلى الباب وتل رفعت ومنبج، وأهداف العملية العسكرية التركية معروفة في من ناحية التوقيت والأهداف متعلقة بقضايا خارجية وأخرى داخلية تركية وغيرها من الأمور. المشكلة اليوم في قوات سوريا الديمقراطية التي لا تمتلك تلك القدرات، عدم سيطرة الحكومة السورية على هذه المنطقة. إذن كيف يتعامل العراق مع قوات محلية؟ وهذه القوات المحلية اليوم لديها مهام وتحديات مركبة، منها التهديدات التركية، منها المعسكرات، منها المعتقلات مثل سجن جويران الذي هرب من عند الكثير من قادة تنظيم داعش. هذه الأمور قد يبرز التنظيم مرة أخرى ويتمدد باتجاه الحدود العراقية، ولهذا تحصين الحدود سد هذه الثغرات أمر ضروري، ولكن التعاون الاستخباري الإقليمي والدولي هذا الأهم في الموضوع. اليوم مثلا دمشق لا تسيطر على الشرق السوري من القامشلي وصولا إلى الباغوث، لا تسيطر عليه، تسيطر عليه قوات محلية مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. كيف يمكن لدولة أن تتعامل مع قوات محلية؟ إذن فيجب التفكير في الكثير من القضايا، وأهم شيء أنا أقول يجب إعادة الدروس المستنبطة ووضعها أمامنا من عام 2000، يعني بعد الانسحاب الأمريكي، يعني عام 2014 عندما احتل تنظيم داعش الإرهابي 3 محافظات عراقية. نعم. ويجب أن نضع هذه الدروس أمامنا، ويجب أن نضع خطط ورؤية استراتيجية عديدة. أشكرك الشكر الجزيل. ليس فقط المقاربة الأمنية، وليس فقط ما تتحمل القوات الأمنية بكل عناوينها. شكرا لحضرتك سيد ماجد القيسي، أعتذر منك لضيق الوقت اللواء العسكري المتقاعد. شكرا للسيد اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم العمليات المشتركة. شكرا سيد نصر الشمري معاون الأمين العام لحركة النوجبة. شكرا لكم ضيوف الكرام. مشاهدينا شكر موصول لكم على حسن المتابعة، لنا لقاء يوم الغد بنفس المواد. إلى اللقاء.